سلام البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بجداد والقدام اللي نضافوا القناة ديالي. نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا معايا زر الاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. اليوم جيت لكم بواحد الكريم اللي ديجا سبق ليا جربتها وبغيت نهضر عليها، اللي هي هادي بيبي غارني. جربتها ولقيت عليها واحد النتيجه غزاله، بغيت نشاركها معكم. علاش لا؟ هي راه كتليق لجميع انواع البشره سواء الدهنيه او المختلطه، غير كتليق بزاف الناس اللي عندهم البشره ديالهم بيضاء، حيت هي فيها غير هاد اللايت كلير هي اللي فيها، يعني كيصلح غير البشره العاديه اللي هي البشره البيضاء. الناس اللي عندهم البشره ديالهم سمراء غاديهم فحال الا مقبصه شويه، وهي اللي زوين فيها التكستور ديالها خفيفه، كتحسي بها ما كتحسيش بها ثقيله، كتحسي بها خفيفه على الوجه ورطبه على الوجه منين كديريها. وراه هي فيها حتى واحد النسبه ديال الحمايه كيف كتشوفوا، ما عرفتش كتبان لكم. هي راه سوان في نفس الوقت راه فيها مرطب وفيها واحد النسبه ديال الحمايه وزوينه، وحتى الثمن ديالها مناسب. هي 79 درهم، موجوده في الاسواق بالنسبه للاسواق سلام ولا كارفور ولا مرجان. بالنسبه للبارافارماسي ما كايناش، ومالي الماكياج ما عندهمش. وزوينه صراحه، انا كنصحكم تاخذوها حيت انا لقيت عليها واحد الاستحسان كبير، احسن من الفوندوتان العادي. يعني انا وليت كنديرها في بلاصه الفوندوتان، وحتى كتعطي واحد ليكلا للوجه، كتعطي واحد الاضاءه غزاله في الوجه، وكتحسي بها طبيعيه. الوجه ما كتبانش الوجه مقبص، بالعكس كيبان طبيعي جدا. فبالنسبه للناس كيف قلت لكم، الناس اللي عندهم البشره ديالهم سمر غاديهم فحال الا مقبصه شويه. نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويكون عجبكم، ونتمنى الفيديوهات يكونوا لاقوا استحسان ديالكم، ونتمنى جربوا الوصفات ديالي وتخليوا لي تعليقات ديالكم سواء كانوا سلبيين ولا ايجابيين، راه انا كيعجبوني. بالعكس الا كانوا سلبيين غادي نتعلم منكم، علاش لا؟ ولا عجبكم الوصفات ديالي ديروا ليهم جيم واشتركوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا، ورمضان كريم، كل متمنيات ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله.